النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. تأهل برشلونة إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لهدف في مباراة العودة على ملعب الكامب نو. وافتتح النجم الأرجنتيني ميسي التسجيل لبرشلونة قبل أن يتمكن مانشستر سيتي من تعديل النتيجة عن طريق قائده كومباني ليخطف دانيال ألفيش هدف الفوز لبرشلونة. من جانبه تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على باير ليفركوزن الألماني بهدفين لهدف. وكان باريس سان جيرمان قد حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بخمسة أهداف دون رد ليتأهل بمجموع اللقاءين. أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن غياب صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل عن الملاعب بسبب الإصابة التي لحقت به في اللقاء الأخير أمام بايرن ميونخ. وبين أرسنال أن الألماني مسعود أوزيل سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن فتح باب بيع تذاكر مونديال البرازيل. وبين الاتحاد الدولي أن إقبالا شديدا من قبل المتابعين والمشجعين المنتخبات المشاركة للحصول على تذاكر المباريات. أخيرا ودع أندري موري بطولة أنديان ويلز للتنس بعد خسارات أمام الكندي ميلونيش براونيش، وخسر موري اللقاء بمجموعتين لواحدة. نهاية نشرة رياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.